وارجع لضيوفي نادر شبانه والشناوي مره تانية. معلش كان مهم جدا ناخد كل الاخبار والتفاصيل المتعلقه بماتش المنتخب. هاجل ملف الاهلي ونكمل في المنتخب شويه لغايه لما يعني نطمن ان شاء الله على المشوار. بدايه شايفين المجموعه بتاعت منتخب مصر ازاي وانطلاقه مشواره قدام جيبوتي على الارض وخارج الارض امام سيراليون؟ هبدا مع نادر. يعني ما اعتقدش ان في مجموعه ممكن تكون اسهل من كده ولا نظام اسهل من كده لتأهل منتخب مصر لبطوله كاس العالم 2026. يمكن يكون دي بعد ما عدم التأهل على فريق السنغال او على منتخب السنغال في كاس العالم 2022، وقال اتقال ساعتها ان يعني دي كانت اخر فرصه للمنتخب ان هو يصعد في الوقت اللي كان كاس العالم لسه 32 منتخب. دلوقتي الوضع اختلف. عدد المنتخبات اللي هتصعد بقى بيدي افضليه. تفتكر منتخب مصر يعني ما احبش لو، بس لو كنا صعدنا في كاس العالم في قطر وشفنا، احنا شفنا الحقيقه منتخبات عربيه بالزبط بتادي، كان ممكن منتخبنا يعمل حاجه. اعتقد كان عندنا القدره ان احنا نقدر نعمل حاجه، مش علشان منتخب مصر يعني مش ولا تقليلا من منتخبات صعدت ولا ان احنا بنبالغ في قوه فكرة منتخب الجمهور وفكره بالزبط الارض لو لاحظت كل المنتخبات العربيه، المغرب حققت انتصار، منتخب تونس حقق انتصار في البطوله على فرنسا، السعوديه على الارجنتين. شفنا منتخبات كتير، منتخبات عرب ومنتخبات افريقيه تالقت زي الكاميرون كسبت البرازيل. مظبوط. لكن طبعا منتخب قطر اللي كان اليابان كسبت المانيا، صح؟ اليابان كسبت المانيا، مش خرجت المانيا من دور المجموعات اصلا، خرجتها من دور المجموعات. فكل الكلام ده احنا كان عندنا الفرصه، وخصوصا ان كان في عدد من المنتخبات القويه في البطوله ما كانتش في التوب بتاعها. يعني منتخب الارجنتين حامل اللقب نفسه ما كانش في البيك بتاعه. منتخب الارجنتيني بالنسبه لي يعني هو افقر منتخب خد البطوله دي على مدار التاريخ. مظبوط. ما عنديش يعني انا دي قناعه شخصيه يعني. كده البطوله كانت ماشيه عشان ميسي بس مش اكتر يعني. صحيح. لكن بالحب بالظبط يعني هي مشيت عشان ميسي بس مش اكتر. لكن بالنسبه لي منتخب مصر لو كانت اهل كان الوضع يختلف. ممكن يبقى البطوله اللي جايه دي اعتقد الموضوع سهل، الموضوع مش صعب، لكن اهم حاجه ان احنا ما نستسهلش الموضوع زياده عن اللازم. طيب. ما نقولش بقى معلش ده بوركينا اول مره فزي بعضه. لا يعني.